اهلا ومرحبا بكم حبايبي متتبعيني، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عارفه كنطول الغيبه دائما دائما كنطولها وتنطول الغيبه بزاف بزاف، ولكن كنرجع لظروف ومهم انا كنجي وكنجيب لكم الجديد. وكيف ما كتعرفوا هذا هو وقت جنين الزيتون، هذا هو العمل الوقت اللي تيعجبني انا في العام كله، هو وقت جنين الزيتون. والحمد لله من انني حضرت مره اخرى حضرت عاوتاني ليه. الصراحه اش نقول لكم، داز زويون غزال ما شاء الله. الصراحه كتعجبني الاجواء تما ديال موسم جنين الزيتون، وما نقولش لكم المهم بقيت نلعب شي شويه في الزيتون ودرت العلم الفلسطيني. المهم نخليكم انا مع شويه تخضروا عينيكم واحد شويه بالطبيعه والزويتينات. شكرا شكرا على المتابعه، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. شكرا لكم. سير بلا حيط درسي كملت.
بلا خيب. دور شو فيه. سميتو الشعر مع النضر هي بعد هذيك الرمانه بلاتي. الله الله كاع ما باين هذيك. ها هي تسمع. الله الله ما بغيتيش نجبدها لك. غير جبتيها انت. لا تبلاتي لا يلا حديها حيدي 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 عندك الورق الزيتونة ماك واو حمراء. هي السي ادم راه تيعرف شنو يختار. انا اللي كنعرف تقطيعه كديرة. لا انت لا تشوفي. انا اللي كنعرف نختار واحد ورا خديت حدو صغيرة وحمراء. نقسم. واو ايوا شتي يا رمانة. الله يعطيك الصحة الله يخلي لك صحة.